حسام اللي تحمل حالك وبتروح لعند ابو الخير بالبزورية عرفته وبتجيب لي 600 تنكة زيت بس فاضين بتعبيهم بسيزوكي وانت على طريقك بتعمل هيك بتعبيهم مي وبتجي لعندي اخي الزيتات صاروا عندي هون بالمستودع يلا تفضل تعا اجيب سيارة وتعاخدهم انا بقدرش ما عنديش ولا سيارة ابعث لك اياهم يا زلم والمصاري كاش الله يرضى عليك عم استناك ها من كل بدا يلا حي الله هلا يا عيني عليك ها شو هلا ابو بكري ها بساعة واحدة 3 ملايين 3 ملايين بساعة واحدة والله شغلة مهمة يا خيو يا حي الله هلا السلام عليكم يا هلا ابو بكري حي الله تفضل 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 تعال خي شلونك زيتات خاي كلهم وصلوا صاروا مستودع الله يجزيك الخير يا خي ابو بكري والله انت فش منك الحقيقه عراسي وانا جاهز اللي بدك اياه الله يسلم لي هالوجه المصرات الله يوفقك والمصرات من عيني هذه قبل عيني هذه كله جاهز جوا بالمكتب تفضل لجوا لعدل لك اياهم تكي وحدي عراسي خي على فضل. بركه يلا إيه. شرف يا حي الله الله يرزقك يا حي الله يا حي الله والله حبيتك شو حدو Parlez avec moi. Abadote. يلا حبيبي ليك انا بنفس المكان ها. اكسس موا. لا ما بغيره ما بغيره. ايش؟ وليه صحيح انه قلبك طيب وراسك تنيح ويابس كمان مهضوم. ليك حبيبي يلا انا بنفس المحل قوم تعال عندي وجيب لي المعلوم. كيف؟ وليه شو بدي يعمل تنكيات المي يروح يتحمم فيهم يسخنون ولا يغليهم دبس شو مسؤولين عنه نحنا سؤال سؤال قبل ما تسكر الشريحة وينا والرقم غير مخصص كتير منيح حبيب قلبي يلا نترك هون وجيب لي المعلومة أحلى حبيبي أحلى حده جامت وانا باي حبيبي كثري زيت زيتون على المجدرة ولك يا عمي فيش أنفع من زيت الزيتون معلوم هذا النافع سلمي هلا ها هذه تجارة مثل الخشب هذه والخردة اللي عم تعجب بيها المسخرة يعني ولي هلا ولي حي الله لك الزيت طلع مي ايه شو الزيت طلع مي الزيت طلع مي ايه نعم أنا شو هلا أبو بكري ها الرقم غير مخصص خرب بيتي خرب بيتنا الله يلعن ابو الزيت وليه جمتوا وليه اي لاف يو وليه انت اكزاكتلي باردون اكسس موا وليه انت مو نمور تبعي وليه هيدا الكلام او لا بتعرف وليه حطه لحتى خليك تصير فوق لك فوق لك فوق لا فوق اكتر من هيك ما فيني اخلي بتهدى البلدية بدنا نصمة جديدة تساوينا فوق 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 مشان البلدية تبعك متكرم عينك متكرم عينك مو نامور تبعي ولك الماي هارت تبعي عم بيعمل بق 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 لعيونها لازم تعرفي بمصلحتنا ما في شي اسمه حب عشق غرام في ماني ماني وبس شوفي تفكير ماني وبس ولي عدو
فهم علي شوي. في واحد خواجة وعملي لارجان ماني، عرفت كيف؟ هيدا الزلمي تبع انه بيحط طقمه بالعليقة وبينزل لعند الكوا اوتسايد، بيحط طقمه وبياخد طقم التاني. المهم فهم علي. اندرستاند مي؟ انا شوف تحكي لي مع نجات الحدقة، تخليها بس يكون متواجد هيدا الشخص وانا برتب هي القصة، انه على اساس عم تحكي مع رفيقتها انه في بيت عربي صاحبه غشيم شوي وعلى البركة وبده يبيعه، بس بهيدا البيت في جرة ذهب. جرة ذهب؟ شلون؟ طول بالك علي لانه اليوم مخي ضارب. ولي اسمعوا لي حدو، open your head يعني فتح لي راسك، فتح لي مخك ولي، ولي هلا بننزل على سوق الفخار منجيب جرة من دكة بحص من دكة بحص من دكة بحص وبنحطها بالبيت. صاحبنا وقت بدي يشتري البيت رح يلاقي الجرة، بس هي شو على اساس ذهب؟ بس هي بحص، ما انا ديك بايدي. شو هيك؟ وهيدا البيت رح يتسجل باسمك، مشان هيك من تومورو يعني من بكره ادومان، من بكره بنزل انا وياك وبسجل لك البيت باسمك. يعني فتح لي راسك، فتح لي مخك شوي. انا هيدا البيت اشتريته ب 15 مليون ليره وبس، بس رح بيعه ب 600 مليون ليره. listen to me، وليه في جرة ذهب على اساس؟ لك ايه سوسو؟ ولك ايه مثل ما عم قلي؟ ولك سكتي، البيت في جرة ذهب، ذهب ذهب ايه؟ ولك انا متأكدة مليون بالمية. ايه؟ ولك الغبي صاحبه بده يبيع البيت، ولك وما بيعرف بالجرة. ايه؟ ايه؟ لك عند جارنا هون ابو جوزيف. ايه المكتب معرفتي؟ ايه يلا عجلي عجلي ناطرتي. بعدين بعدين برجع باخذ الطقم. وينك؟ وينك؟ يلا. بعدين بعدين بلا بلا كل الطقم بلا. ايه شو عندك؟ يعطيك العافية. الله يعافيني. الله يوفقك. قالوا لي انه هون في مكتب عقاري اسمه ابو جوزيف. وين صار؟ قريب من هون هيك الا من هون؟ لخ انا ابو جوزيف وعقاري وخيا. شو هالعقيات؟ خياطه بدي ازلالي. يعطيك العافية الله يخلينا اياك. في هون بيت عربي حدا بده يبيعه، عم دور على بيت عربي وقلبي مفحل. انا بموت على البيوت العربي، بحب البيوت العربي، بموت على البيوت العربي. في شي بيت عربي حواليك هون؟ لانه انا بموت على الزباين. ليك عندي هون العربي. من وين؟ من هون. شري. ممكن نشوفه؟ شري. يلا يلا تعال تعال. شري 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 شري. سيدو من الآخر شو طالبين فيه؟ من الآخر ولا من الأول بدأ؟ من الآخر يعني انهي لك يا للآخر مو للأول؟ لا اللي هي انهي بالآخر. بالآخر رح انهي. ايه. 600 مليون. لا 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 كثير. 600 شو 600؟ لك راعونا فيه شوي أخي. 600 وهي صاحب البيت اصطفق منك؟ ألو الو. ايه حضرتك شو طالب فيه؟ 600 مليون. وانت شو قلت؟ 600. ها شو قلت انت؟ 600 مليون. لك راعونا فيه شوي، بده شويه صيانه وبده نفض وبيع. يعني في كلفه بالموضوع لحتى يرجع يصير جاهز ومرتب يعني. يعني اخي من الاخير هلا جايينا بعد نص ساعه او ساعه واحد كاتب العقد ودافع 600 مليون وبجوز على الباب. خلص 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 خلص. استبينا استبينا استبينا. ايوه خلنا على الله. حلو. 600 مليون. 600 مليون كومبان. يس. اي العالم اخباكم فاكرين حالهم بيحكوا علي. قال البيت 600 مليون ما بيسوى 15 مليون، بس جرة الذهب اللي فيه بتسوى مليار.
ومنتنا اجورجوي يعني هلا واليوم بيكون الماي فريند تبعنا يعني صاحبنا عم بيتصل بس مش عم بيلاقي حدا لانه طقت الشريحه والرقم ما غير مخصص مهضوم انت لعبوا على هالكمال لعبوا الجرب ما طلع في يدها بخص لعبوا على المصيبه لعبوا دفعنا اللي فوقنا ومن تحتنا ولا يوفقكم خارج الخدمة الله لا يوفقكم ولا يوجهكم الخير أصبع وأكلناها معقول؟ أبو سخير أيه أبو سخير أهلين معلم أجي لعندك؟ طيب بجي بجي هلا حدو ما قلت لي في حدا هيك من الجيران حاول يستفسر عنك شيء بده يعرف عنك شيء لا 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 كله طبيعي هلا سؤال بدي اسالك اياه وقت تقعد انت وبصخر حدا عم يقعد معكم لا 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 راشي وراشو بس هلا يعني جودي شي مره شفته معه ابدا بس مره واحده سمعته عم يحكي مع وحده قال لها تعي لعندي على البيت ما بعرف جودي او مو جودي ما بعرف طيب خلي لي عينك عليه وشوف لي وين عم يروح ومين عم يجي ومع مين عم يحكي ومين عم يحكي معه بدي اعرف كل شيء عنه ماشي لعيونك مدام بس ما هذا الموضوع بيني وبينك وبس فهمت عليك هدول دولار جان يعني ماني يعني مصاري وقلك قدهم ثلاث مرات واربع مرات واكثر بس تطاوعيني شو بيضمن لي انه ليليان ما تعرف بشي بتدمرني والله نواي اصلا منين بدها تعرف ليليان امبوسيبل تعرف بشي اللي عم بيصير بيني وبينك ولي هبلة فتحي لي يور الهيد تبعك يعني فتحي لي راسك لي انا بدي اعملك احلى بنت بالعالم بدي خليك تصيري أحسن من ليليان نفسها قولي أصلاً 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 ليليان بشو أحسن منك آه بشو أحسن منك بدي أحسن منها بكتير بعدين بدي أعترف لك بشغلي أنا حبيتك وبدي أتجوزك وبدي أعمل لك أحلى عرس عرسك المنطقة اللي أنت بتختاريها باريس ألمانيا إيطاليا بس بدي أنا أعرف كل شي عم بيصير عند ليليان وشوفي بينها وبين حده كل شي حواليهم understand me يعني فهمتي تكومبري الو كيفك ابو سخر شو وينك اليوم عم تقرقل لك ان شاء الله سم الهاري اللي يهري مصارينك هرق الهي ومن قبر في رزقه مكتب عقاري بدي ابعتك على مكتب عقاري ما دخلك انت ليش؟ يلا اسمعوا لي عدو اول شيء انا بدي اياك تستاجر مكتب عقاري وباحلى منطقه تجاريه لاربع ايام بس فهمت؟ اكسيفو بلاي ما فهمت عليه قولي عدو اكسيس موا سيلفو بلاي يعني ها؟ لانه انا بعرف انه مخك مسكر ويابس بس قلبك طيب وليه فهم علي؟ افهم علي سيلفو بلاي باردون اكسيز موا شو بدي اعمل هيك الله خلقني ليش هيك ركز معي سيلفو بلاي اكسيز موا باردون ما بدي تقل معك بالحكي وما بدي سنخ معك بالحكي هيدا المكتب بس استاجره بتحط لي عليه اعلان على الواجهة البلور تبعه انه يوجد لدينا شقه للبيع وبالتقسيط المريح صفا حبيبي صفا وبعدين لما بتيجي الزبائن لعندك على المكتب بتروح بتفرجيهم على احلى
واروع شقه على العظم وفيها احلى طليله. افهمت؟ ما فهمت عليك شيء. وليه فهم علي؟ وليه كل ما بيجي زبون بتفرجيه على هي الشقه بتقول له هي الك، بيجي زبون تاني بتفرجيه عليها بتقول له هي الك، وانت بتعمل كذا عقد مع كذا زبون، يعني احنا بنبيع على 4-5 بنفس الوقت. فهم؟ هلا فهمت عليك. فهمت حبيبي؟ هي خليلي هيك، نشكر الله، والحمد لله يا ربي انك فهمت علي، الحمد لله ركزت وفتحت مخك، وليه؟ وليه بدي انا امورك تنتعش؟ وليه راح تقفز قفزي مثل البطة مثل الوزي وبدي اياك تهز هز ولفوق ولفوق؟ اسمع قسام، بدي تأمن لي واحد ووحدة يعني بيحبوا يمثلوا بيحبوا هيك شغلات، فهمت علي؟ ممثلين؟ ممثل ممثل لك ايه في جاري ابو المجد دايما بسأل وين كاين، بيقول لي بالتمثيل. من وين جاي؟ من التمثيل. مع الألم بحياتي مو شايفه بولا مسلسل. شو رأيك نجيبه؟ معناها قوم اتحرك وجيبه اللي عندي لعيونا. عالو حدو كيف؟ حدو وقت تفضى تعال عندي. ماشي يلا عم بستناك. ايه يلا باي. الو ايه ابو صخير. ايه جودي. اسمع لقلك، هلا سمعت للمدام ليلان عم تحكي مع حده وقالت له يجي لعندها ضروري. انت متاكده من هالحكي؟ ايه انا سمعتها هلا عم تحكي. ماشي الله معك، المهم انت خليك عم تراقبي الوضع وانا مش رح اقصر عليكي. طيب اوكي يلا، انا ما بدي المدام تشتغل علي. اوكي يلا باي باي. عم تلعب بضيلك ولا حدو؟ ماشي. علمتي؟ بدك مني شي؟ فيني روح؟ لا خليكي هون جايني تشوف. تكرمي معلمتي لعيونك. لكن روحي ساوي لي فنجان قهوة من تحت جهتك. يلا. حاضر معلمتي. يلا. بسيطة يا ليليان. بسيطة. أنا أبو صخير. لك وينه هاد ما عم بيرد علي؟ شو يا خانو ما خلصتي القهوة؟ لعيونك لوليتي. ليكي أنا عندي ضيوف برا، هل بتتركي القهوة هون وأنتي بتفوتي لجوا بسرعة؟ ماشي؟ يلا